الصحة والعافية. مباراة كبيرة اليوم، بس ما ظهرتوا بالمستوى، ايش سبب ظهوركم بالمستوى؟ خسرتوا المباراة، شفنا بعض اللاعبين متغيرين اليوم عن المباراة، متغيبين، هناك اللاعبين الاحتياطيين موجودين قاعدين يأدون مثل الأساسيين. كيف شفت هذه المباراة وايش كانت حسبتكم لهذه المباراة؟ وايش قال لكم المدرب؟ هل هي راحت بعض اللاعبين؟ أول شيء الحمد لله رب العالمين، طبعا نحن جايين على بطولة، ما في عندنا أي مباراة سهلة، ومحضرين كل مباراة مباراتها، وطبعا في عندنا لاعبين معاهم كرة صفر، لاعبون مهمين عندنا كرة صفر، وطبعا لازم إراحتهم، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل على مباراة اليوم. طبعا كل مباراة احنا داخلين نفوزها، ما بهمنا مين راح نقابل، لأنه الفريق اللي جاي على البطولة يلعب ما بهمه مين راح يقابل، لأنه شد العزايم وفي كل مباراة راح يكون يعني قدها، قدر الله ما شاء فعل، ونسأل الله إن شاء الله التوفيق في القادم إن شاء الله. كابتن بنصيب، كابتن عبد الله، بعيدين اليوم انتوا على مستوى الفريق المنتخب الأردني، كان هناك يعني راحة كثيرة اليوم بالمباراة، ما شفنا فرص، ما شفنا هذا السبب هذا؟ ممكن عدم تجانس اللاعبين مع بعض، يعني كان في تغيير كثير على التشكيلة، ممكن سبب عدم تجانس بين اللاعبين، وإن شاء الله بإذن الله في الأيام الجاية يعني نوعدكم ونوعد الجماهير الأردنية بشكل كامل إن راح نكون على الموعد، وبإذن الله تعالى ربنا يوفقنا. موفقين يا كابتن. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. ثقة كبيرة إذن عند اللاعب عبد الله نصيب في المستقبل، وأن المنتخب سيقدم أشياء تشرف المنتخب الأردني.